العيد يحمل معاني كثيرة جميلة ومعه تقاليد متنوعة. الملابس الجديدة أحد أشكال الاحتفال بالعيد، وتحرص السيدات على الإطلالة المميزة من خلال تصاميم مختلفة. أكيد لبسة العيد مختلفة يا عبد الله عن باقي اللبسات. نعم. التقرير التالي يحملنا إلى منزل رسامة سورية مقيمة في دبي، توجهت إلى الرسم على الملابس والحقائب لتقدم مجموعاتها الخاصة، كما وتستقبل خلال فترة العيد طلبا على اللوحات الفنية، حيث يرغب البعض بإضفاء لمسات جديدة على ديكورات المنازل في العيد. نتابع. في منزلها في دبي تطبع الفنانة نور بازرباشي لمساتها على قطع مختلفة من الملابس والحقائب والقبعات. هو مشروع بدأته قبل فترة ولاقى رواجاً بين السيدات الباحثات عن الإطلالة المميزة. رسومات بسيطة وألوان زاهية تمنح مجموعتها طابعاً عصرياً. وفي فترة العيد التي تترافق هذا العام مع إجازة الصيف، تقول نور إن الطلبات ازدادت، وهو ما دفعها لإيجاد الحلول السريعة لتنظيم تلقي الطلبات وتلبيتها. فترة الأعياد هي أكثر فترة صار عندي فيها ضغط، لأنه سائبت العيد مع الصيف، وأنا يعني مثل جمعتهم مع بعضهم هالشغلتين، فخليت العالم مثلا لما تسافر إجازات تاخذ معها شغلات من أشيائي، من ديزايناتي، هدايا تعطيهم لأهاليهم أوفرسيز، فانبسطوا العالم عليها، وصار علي ضغط كثير بهي الفترة. عملت لونشينج للويب سايت قبل وقته مشان العالم يصير اوفر لهم الخدمه اسهل، ويصير عليهم الشراء بس كليك وحده، بينشر عندهم الطلب وبصير عندهم باسرع وقت ممكن. ليست الملابس وحدها التي يزداد الطلب عليها خلال فتره الاعياد، فبعض الأسر تحرص على أن تضيف لمسات جمالية لمنازلها في العيد، وهذا التغيير قد يكون لوحات فنية، ومن خلال مرسمها أيضاً تلبي نور هذه الطلبات، فترسم لوحة الزبون بكل حب وتضفي عليها بريقاً خاصاً. فترة قبل العيد والعيد بهاي الفترات العالم بينتبهوا على بيتهم أكثر، بيصير لأنه مو جايين ضيوف بالعيد وجايين العائلة تزورهم فالعالم بيعمل مثل رينوفيشن بالبيت، وما في أكثر من أنه لوحة فيها روح بتحلي البيت كله وبتعطيه طابع مختلف تماما. فالعالم لما يعني أنا بحس دائما التركيز بالبيت، أنا يمكن لأنه بحب الرسم، فأنا بدخل على البيت يعني بنتبه على لوحات. أول شيء بلفت لي نظري البيت، يعطي راحة نفسية للبيت، الألوان الهادية بتعطي طاقة إيجابية بالبيت. ما بين الرسم على الملابس واللوحات الفنية ألوان تتمزج وتزهو لتضفي على الأعياد رونقاً وسعادة.